الطفل تعرف على طريقة وكيفية حل المشكل. إيجاد رسائل خاصة على تطبيق تيك توك. نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات والخصوصيات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإشعارات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على الرسائل الخاصة. هنا سوف نقوم بتشغيل إشعارات نصف نقوم مو بالاختيار. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.